ونقول صباح الخير، حياكم الله في قناتنا وجهة اليوم جورجيا. وقبل لا نبدأ الحلقة خل ناخذ فكرة سريعة عن جورجيا. طبعا جورجيا هي واحدة من الدول الواقعة في منطقة القوقاز بين آسيا وأوروبا، فهي دولة ضايعة في المنتصف، لا آسيوية ولا أوروبية، وللأسف ما أعطيناها حقها. فهي دولة جدا جميلة، عاصمتها تبليزي وفيها مدن جميلة وطبيعة خيالية، وتمر فيها الأنهار وتطل على البحر. يتحدث سكان الدولة اللغة الجورجية بشكل عام، وأمانة ما حصل صعوبة في التفاهم معاهم لأنها دولة تدعم السياحة بشكل كبير. عملة الدولة اللاري الجورجي أو الجل، والأسعار بشكل عام في جورجيا جدا ممتازة. ولا تحاتون، راح نكتشف كل شيء مع بعض، من الأسعار، المطاعم، التسوق والبرامج الترفيهية والمعالم، ولكن نفس ما تعودنا دائما. في أول حلقة نكتشف أفضل الأماكن السكنية ونكتشف المنطقة مع بعض، وأيضا راح ناخذ جولة في النهاية في الفندق، فخلك معاي وخطوة بخطوة. والحين نكتشف المنطقة نفس ما عودناكم، وبعدها نشوف الفندق ويا بعض أو الأبارتمنت. Stay tuned. ونبدأ بأول مكان نكتشفه مع بعض، ألا وهو The Freedom Square أو ساحة وميدان الحرية. يعتبر ميدان الحرية أحد أشهر الميادين في العاصمة الجورجية تبليزي، نظراً لإحتوائها على العديد من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية الشهيرة، وتقام فيها الاحتفالات والأعياد مختلف أنواعها، إلى جانب طبعاً الفنادق ذات الخمس نجوم مثل فندق الماريت واللي أنصحكم بالسكن فيه. وأول شيء بتي عينك عليه وراح تلاحظه هو تمثال جورج البرونزي اللي يذبح فيه التنين على ارتفاع 6 أمتار ومغطى بالذهب، فوق عمود من الجرانيت طوله 30 متر في وسط ساحة الحرية. اللي تشاهدونه فوق هذه الفريدم سكوير أبارتمنت اللي احنا ساكنين فيه واللي يمه الماريوت. أفضل السكن في الماريوت، أفضل السكن في أي فندق 5-4 ستار، لكن للأسف كانت الحجوزات مخلصة وهذه الفندق يشيل عددنا، وإحنا عددنا عود تقريبا 8 أشخاص، فخلك معي راح نأخذ جولة فيه قريبا. ويتفرع من الميدان شارع روستافيلي الشهير، والذي يعتبر من أهم وأشهر الشوارع الرئيسية في المدينة وأكثرها حيوية ونشاط. يمتد على طول 1.5 كيلومتر، يعني كيلومتر ونص تقريبا، وسمي بهذا الاسم تخليدا لذكرى الشاعر الجورجي الشهير شوتا روستافيلي. وعلى فكرة جورجيا سميت أيضا بجورجيا نسبة إلى القديس سان جورج. شارع كوستافا يضم عدد من المباني الحكومية والثقافية والتجارية والكثير من المباني الجميلة. هو الأكثر شعبية، فدائما ما تراه مكتظم بالزوار من السكان المحليين أو السياح. الشارع أجواء خيالية ولا أحلى، ونفس ما تشوفون أيضا فيها المحلات العالمية والمحلات المحلية والمقاهي. من الأشياء اللي لاحظتها في جورجيا أنها ماخذة وايد من الطابع التركي، سواء في البرامج، في الأسواق، في الأكل، وشوي من بعد روسيا، فهي ميكس، نفس ما قلت لكم هي أوروبية وآسيوية، فماخذة جانبين. وعلى يميننا سينما، وفي سينما ثانية داخل المجمع راح نزورها بعد شوي. أيضا على يساري The Garden of the Fairs، وهي حديقة عامة جدا جميلة وهادئة. أيضا يمها The National Museum، المتحف الوطني، والArt Museum، متحف الفن، في الجهة الثانية من شارع اسكندر. وعلى فكرة أغلب المعالم الوصول لها مجرد مشي دقايق، إذا كنت ساكن في هذه المنطقة راح توفر لك كل الأشياء. ايضا من المعالم الحلوه اللي في شارع روستافيلي او في ميدان الحريه، واللي هو يبعد فقط خطوات عن الفندق اللي ساكنين فيه،
هو The Galleria Mall. The Galleria Shopping Mall طبعا هو فخم مول يحتوي على العديد من المحلات التجارية والماركات العالمية المشهورة والمحلية. كذلك يوجد فيه مطاعم وسينما، وفيه أيضا The Kid Zone حق الأطفال، مكان للعب. وعلى فكرة المجمع فيه فندق، وهو أيضا يمكن ثاني أفضل فندق من بعد The Marriott، وأفضل السكن فيه. إيش رأيكم بعد هالجولة نأخذ لنا وجبة حلوة في واحد من أفضل المطاعم الموجودة في تبليسي، وهو مطعم ألف ليلة وليلة. المطاعم في تبليسي تتميز بالبساطة والذوق الرفيع، وخاصة أن شعب جورجيا شعب كريم ومستوى ثقافي عالي، ويأخذ الضيافة على محمل الجد فيتفنن بعد طعامه. طبعا راح تلاحظون في مطاعم عربية، وايد مطاعم عربية، مطاعم حلال إذا تحب. وأما الأكل الجورجي فلا نكهة ثانية، وراح نخصص حلقة خاصة حق أفضل المطاعم والأكلات في جورجيا. في ميدان الحرية وفي شارع روزفلت راح تشاهد الكثير من المكاتب السياحية، وهذه المكاتب توفر برامج سياحية بأسعار منطقية ومنخفضة جدا. وإذا قارنت جورجيا بيوروب، طبعا جورجيا أرخص في الأسعار سواء في الشراء ولا في البرامج الترفيهية. والمكاتب السياحية توفر رحلات جدا رخيصة حق مناطق ومدن مختلفة بعيدة أيضا عن تبليس. نفس ما قلنا هذا هو الفندق مالنا، وهو عبارة عن بنت هاوس في القمة، والفندق على فكرة غريب، فخلكم معي ناخذ جولة فيه. نفس ما تشوفون هذه المنطقة هي طبعا الماريوت، وهي الانترنس، مو اي واحد يدخل هذه المنطقة. هاي البنايات تابعة منطقة الماريوت. الشيء الوحيد اللي ما يعجبني في هذه الابارتمنت هو الانترنس، لكنه اكسايتنج ادفنتشرس، خليك معي وراح تشوفون. طبعا هذا هو باب التجوري، الباب حد ثقيل، عشان الدش لازم تطق 5 and 6 together وعقب تبطل الباب الثقيل. اوكي هني طبعا الانترنس جدا جدا سيء، قاعدين يجددون المكان، راح يجددون هذا الشيء. واللفت، لا تخاف من اللفت. اللفت في شيء وايد يعجبني، اول شيء لازم تقط كوين تقطع داخل. واحنا طبعا في البنت هاوس نفس ما قلت لكم اول لاست فلور، اللفت يشيل 4 اشخاص في هذا اللفت، ولكن ايضا راح يجددون هذا اللفت، راح يكون بالكار. افتح يا سمسم. اوكي يلا طبعا هني نفس ما قلت لكم الانترنس جدا سيء. هذه الباركينج اريا، وكسيارتي الرد يعني من الباب الى هذه بعد في بروتكشن، يعني ما اي واحد ما اي حرامي. هني طبعا كل عوائل ساكنين، هني عائله سعوديه وهني عائله كويتيه ساكنه، واحنا هني. وحين رويكم الغرفه، أرضية خشبية، في سوفا، والسوفا يصير بيد، وعندنا هني قاعدة حلوة يم البلكونة، واللي هو this is my favorite part، راح أروكم إياه بعدين. إطلالة روعة عجيبة. عندنا طبعا التلفزيون، الواي فاي روعة، الواي فاي سريع أصلا في جورجيا بشكل عام، الإنترنت روعة. من السيم كارد اللي شرينا والجي بي، unlimited جي بي في المطار، والواي فاي كونكشن اللي عندنا هني روعة السبيد. عجبني بعد جبر طابقين او طابق 5.3. طبعا في فنادق حلوة نفس اللي رويتكم اياها، واحنا كنا نمشي في الفريدم سكوير. السبب خذينا هذه الابارتمنت لان الابارتمنت يشيل 8 اشخاص، واحنا عددنا عود ثلاث غرف كبار، وعندنا اوريدي بعد هي تعتبر غرفة. عندنا مطبخ هنا صغير، بعد عندنا قاعدة حلوة، ثلاجة، عندك الفرن إذا تحب تطبخ، حق الكوفي، ومعد كامل في القلاصات،
الجدر حق الفول. اللي ما عجبني حمام واحد في شاور. عندنا هذه الحمام. اوكي 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 حاطين لك شامبو ذي، لكن طبعا احنا شارينا الشامبو الخاص مالنا. وبعدين ثوره ترى الحجر صايرين مثل ان ين ونثرنا وتعابه. ف هذه الغرفه طبعا وسيعه الغرفه وعوده وثلاث، وراح اراويكم الغرفه الثانيه ايضا. حياكم. هل قلت لكم ان هذا المكان عازل صوت؟ سمعها اذا بطلنا متروحين. المهم حياكم بكم. احنا دايركت نطلع على الفريدم سكوير نفس ما قلت لكم. والفريدم سكوير هو احسن ديستريكس او احسن منطقه اللي فيها أفضل براندات، فيها الشوبينج وفيها الشوبينج سنتر جاليريا والكوفي شوبات مدو ألف ليلة وليلة، بعض المطاعم فيها كل شيء تقريبا. وكل يوم الصبح اللي تابع القناة طبعا يعرف اني انا مدمن كوفي، فكل يوم الصبح اقعد واشرب لي كوفي في هالاجواء الحلوة. وتبون اروح شيء وايد وايد حلو بالليل، خليك مقاطع بالليل. لاحظت الفيديوهات اللي حاطينها عن جورجيا يتكلمون عن القلاع وعن التاريخ. طبعا راح احاول اغير هذا الشيء، راح اعطي الاشياء اللي يحبونها الناس. مثلا راح نتكلم عن افضل الاطعمه في جورجيا، عن التشيب شوبينج، عن البيست شوبينج مول، عن افضل البرامج الترفيهيه بشكل عام، كوتايسي. اذا بنروح مناطق ثانيه راح اراويكم اياها. راح نحاول نجيب جانب ثاني من جورجيا. المهم ولا تنسون جورجيا هي مو بالنهاية، احنا رحنا قبلها النمسا، رجع حق النمسا ورحنا ايرلندا ووايد مناطق، ورايحين ان شاء الله رايحين احنا حق سويسرلاند وبعد دول ثانية. stay tuned, subscribe and like, thank you for watching. يعطيكم العافية. see you soon.